السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج عشاق السيارات. طبعا اثناء زيارتي للامارات وتحديدا لمدينه دبي، انا كنت قلت لكم لو حد حابب ان انا اساعده في موضوع الاعطال او الصيانه او حاجه فانا متاح. فالمهم ان انا اتفاجئت بقى بحاجه. انا النهارده كنت مع صديق لينا، والمفروض ان احنا بنبص على العربيه البي ام بتاعته، ولكن اتفاجئت ان العربيه المفروض ان هي صيانه وكاله ومش عارف ايه وحاجات. الراجل بيقول لك يعني حد من الناس اللي هي بتحافظ على العربيات قوي، فاتفاجئ بقى بكميه اعطال غريبه على العربيه. هفرجها لكم معايا. اولا اهلا محمد. اهلا اهلا عصام، حبيبي. نورت دبي يا عصام. يا حبيبي منور وجودك. مبسوط جدا ان انت موجود النهارده يا حبيبي. كلك ذوق يا مر، كلك ذوق. العربيه دي المفروض انها صيانه وكاله وحاجات كده، وانت يعني من النوع الحريص جدا على العربيه، يعني من النوع اللي هو بيخاف عليها جدا من الهوا يعني. بس خليك بقى نبص على بعض كده. بص، مبدئيا كل ما هو احمر فهو في مشكله في المكان ده، تمام؟ دي شجره الكنترولات بتاعت العربيه يا جماعه، والمفروض ان كل حاجه حمراء فهي عليها عطل، خلاص. والرقم اللي جنب الحاجه الحمراء ده الرقم بتاع عدد الاعطال، خلاص. خلينا نبص على الاي سي ام هنا اول. طيب هي كده مسجله علبه بيئه، تمام؟ يعني مسجلة علبة بيئة 1 و2. انت عندك علبتين بيئة في العربية دي؟ مش اكيد. مفروض. وبعد كده الاي بي اس، المنظومة بتاعت الفرامل مسجلة برضو، تمام. وبعد كده فينا 6 اعطال. انتيريور لايتس ات فرونت، انتيريور رايتس اند رير. انت طبعا انت حاطط لها لمبات ليد، صح؟ ايوه، هو ده يعني مسجل اعطال ديفولت هيطلع. ديفولت هيطلع، لان هي الفكره ان هو يا جماعه برضو هي العربيات القديمه بتسجل اعطال لما بنغير لها اللمبات بنحط لها لمبات ليد، نظرا لان المقاومه بتاعت اللمبه الليد اقل بكتير من المقاومه بتاعت اللمبات الحمراء التنجستاين اللي هي القديمه، اللي هي السلك الفتيل، اللي هي الفتيل اللي بتنور احمر دي. دي بتبقى المقاومه بتاعتها عاليه قوي، بتاكل وات عالي. فالليد لا، الليد ما بيستهلكش كل ده، فالليد افضل واريح لكهرباء العربيه، نظرا لان هو استهلاكه اقل، فتحميله على الضفيره وان هو يسخنها مع فترات طويله اقل، تسخينه برده للبلاستيك بتاع الغطا ده، الكفر ده بيكون برده اقل، فكل ده ممتاز يعني. المهم خلينا نرجع تاني لكلامنا. قلت لكم العربيه بتحس ان في عندها مشكله لما بتركب ليد في العربيات القديمه، بتبدا ان هي تاخد بالها ان في عندنا مشكلة في المكان ده، تمام. الريدنج لايت برضو فرونت رايت، كل ده الاعطال اللي بتبقى موجودة بسبب موضوع الاضاءة ده، ودي سهلة ان شاء الله دلوقتي هنعالجها مع بعض، تمام. المسج ايرور، تمام. طيب الحاجات الباقية دي بتبقى في الاغلب تهنيجات، بسبب بقى بطارية ضعيفة، بسبب حد خد وصلة من على بطارية مثلا، ضارت بوصلة مرة، مش عارف اي حاجة من دي. ممكن برضو هو بيركب الساوند سيستم، لعب في الويرات يقوم يعمل كده برضو. هنا بيقولك ان في عنده مشكلة في القفل بتاع الطارة، نظرا لان تقريبا انت غيرت الطارة دي، انت ركبت لها شفتات وركبت، انت بتقول مثبت، فهو طبعا لما حل الطارة وقفلها تاني فهو هنا سجل معانا عطل في اللوك بتاعها، تمام. او ممكن يكون لغاه، مش عارف. دلوقتي هنكود نشوف، تمام. فخلينا نعمل برضو مبدئيا كده كلير ونشوف ايه اللي هيستجيب منها. بصوا يا جماعه، بصفه عامه اللي هيستجيب مع كلير دلوقتي خلاص، ده بيبقى عطل يا اما كهربائي ولما العربيه تدور هيسجل تاني، يا اما نبدا تهنيجة كنترول، يعني غلطه في كهرباء والعربيات دي فعلا حساسه قوي للكهرباء، فتبدا ان هي تعمل معانا ايه المشكله دي، خلاص. خلي بالكم انتوا طلبتوا مني حلقات صيانه، طبعا مش عارف اعمل لكم صيانه هنا دلوقتي، بس على الاقل دلوقتي في شويه معلومات مفيده انتوا استفدتوها دلوقتي. خلاص احنا دلوقتي مفيش عطال معانا تانيه، كله اخضر اهوت، الاخضر ده كده تمام نورمال الحمد لله، تمام. ولكن برضو في نقطه هنا مهمه قوي حابب اقولها لكم. انت دلوقتي في شويه اعطال كتير زي ما احنا شفنا، وحتى لو كانت تهنيجات، التهنيجات دي لو ما اتعالجتش كل فتره، لو ما اتنضفتش كل فتره، بتعمل بالظبط زي الكمبيوتر بتاع البيت اللي هو البي سي مثلا او اللاب بتاعك. الاعطال المتسجله عليه كل ما زادت وقعدت فترة تبدا انها تبطئ الجهاز نفسه، صح؟ يعني مثلا الجهاز بعد كل فترة يقول لك ده عايز ويندوز، او الويندوز محتاج تنظيف، صح؟
ده بيبقى راجع ليه باجز كده كتير، بتبدا انها تتراكم تتراكم تتراكم، فتبدا ان هي تضعف الاداء بتاعه وتبطئ الاداء بتاعه. فبالتالي نفس الشيء بيحصل للكنترول او للسياره عموما، للسيارات الحديثه كلها، لان هي برضو نفس القصه، هي عباره عن هاردوير المكونات الميكانيكيه وسوفت وير اللي هو بيتحكم فيها وبيشغلها، العربيات الحديثه كده. فلو في عندك باجز كتير على السوفت وير، حتى لو كانت اعطال مش موجوده دلوقتي خلاص، اعطال مثلا كانت كارنت اتعالجت اتمسحت وبعد كده رجعت، يعني هي متسجله عندنا هيستوري، فحتى لو بيندنج برضه فهي في جميع الاحوال فهي مسجله معاك اعطال، بتعمل خيله للعقل بتاع الايه العربيه، فتبدا انها تضعف الاداء بتاعها. يعني دلوقتي ان شاء الله هيطلع يجرب العربيه بقى يقول لنا رايه، بس هو ان شاء الله هيلاقي فرق كبير فعلا في ادائها باذن الله دلوقتي. المهم دي كانت معلومه او شويه معلومات مهمه وفنيه حبيت ان انا اقولها لكم، برغم ان انا في دبي المفروض بعيد عن الصيانه، بس طبعا هي موت الزوامر وصعوبه بتلعب، ما اقدرش ان انا ابعد عن الصيانه جدا. حتى العربيه الثانيه بتاعت زوجتي بص عليها عصام في 5 دقائق، دخل على حط الكمبيوتر بتاعه ما شاء الله، عمل ابديت للسوفت وير والعربيه اتغيرت تماما. انا ما توقعتش، مع ان عربيات الشركات وكاله ولا عمره عملوا الكلام ده، يعني بس بيغير لك زيت وفلتر و ما هو بقى الفكره ان انت بشيك على كام بوينت وكذا وكذا وكذا، لكن الصراحه مفيش فعلا اكيوريت حاجه بيعملوها، ولا في حاجه انا بشوفها حصلت اتغيرت في العربيه دلوقتي بس توصلت كمبيوتر، انت حسيت بفرق ولا لا؟ انا حسيت ان العربيه اتغيرت. انا زمان دايما لما اعمل سيرفيس عندهم كنت بشتكي لهم على حاجه، ان العربيه فيها مشكله وانا بطلع بيها من الاول او وانا ماشي بيها انها بتنتش او مش مظبوطه، فيها خنقه يقول لي لا هي كده العربيه هي كده، وتشيل رجلك تلاقيها بتتلجم بتتكتم منك مش عارف بالظبط. بص بقى، هي دي برضو تريكه فنيه كده، ان في حاجه اسمها انجن بريك، المفروض ان هو بيتعدل او بيتغير على حسب رغبه العميل. طبعا الكلام ده يمكن هم مش عملوه، فهو ده اللي كان مسبب له الاحساس بتاع الخنقه ده. العربيه جديده وعمرها يعني ما عطلت او حاجه، بس طبعا انت كويس ان انت لا، هي العربيتين ما شاء الله ربنا يديك خيرهم ويكفيك شرهم يا رب ويحميكوا فيهم، العربيتين في منتهى الجمال، انتوا محافظين عليهم. انا بقى يعني انا حبيت ده فيك، ان انت بتحافظ عليها في كل تفصيله، ده شيء جميل جدا. الفكره بس اللي ناقص بس اللي هي حته اللي هي الفني، اللي يبقى عارف هو بيعمل ايه او عارف هو بيحط ايده فين، يطلع بايده الموضوع وخلصنا بالزبط. يعني بس تبقى عارف انت بتعمل ايه تمام. على العموم انا معاكم هنا حاليا دلوقتي في اهم حاجه يكون حافظ، يكون فاهم. لا فاهم ما هو ده الفرق بقى، ان انت تبقى في ناس فعلا بتشتغل على جهاز بيكون هو بس حافظ الاشكال، انما حتى هو مش يعرف يقراها اصلا او مش عارف مدلولها ايه، لان خلي بالك ان هو ممكن يكون في عطل مسجل في مكان ما، هو بيدلك ان في مشكله في منطقه تانية، مش شرط ان هو يكون العطل هنا يعني. انت عارف ازاي؟ ما هي الفكره بقى اللي الترجمه الحرفيه، ما تبقاش الترجمه حرفيه، الترجمه لازم تبقى عن فهم، ده الفرق. يعني انت تخيل انت بتتفرج على محتوى والمحتوى ده ترجمه حرفيه، اكيد المعلومه او النتيجه اللي انت هتطلع بيها في النهايه مختلفه تماما عن ما تكون ترجمه احترافيه. نفس القصه بالظبط بالنسبه لاجهزه كشف الاعطال، ممكن تكون جايب جهاز غالي وجديد وكل حاجه وتمام، ولكن ترجمه حرفيه، فمش مش هتوصل معاك. انا اشوف الجهاز ده عصام يعني، لا الجهاز ده ما شاء الله لسه جايبه وانا جاي من المملكه في زيارة الاخيره، يعني جهاز ما شاء الله حديث وقوي وعامل شغل حلو معايا الحمد لله. يعني بحاول اطور من نفسي دايما، بحاول اجيب اجهزه دايما. يعني انا الرحله الاخيره دي جبت منها شويه اجهزه حلوه، وان شاء الله برده وانا في الامارات باذن الله برده هحاول ان انا اطور برده الدنيا باذن الله. يعني بحاول نخلص بعد اذنك بس اشوف لي العربيه النيسان باترول. عليا في تعمل لي تشيك اب عليها كده، تشوف عناية. فيها اي مشاكل او اي عناية. حاجه عليا حبيبي، عليا حبيبي عصام، عليا عليا. يلا اشوفكم باذن الله على خير، ولو عندك اي اسئله بخصوص الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه ده ممكن انت تكتبها لي في التعليقات، او ممكن انت تكتبوا لنا مواقف مرت عليكم خاصه بالحاجات دي. يعني انت مثلا دخت كتير قوي وكان في النهايه عطل بسيط، بس حد عرفه عن طريق خبرته، لو في عندك تجربه زي دي سابقه ممكن انت تكتبها لنا في التعليقات باذن الله. اشوفكم باذن الله على خير في تركات جايه كتير وحلقات جايه اكتر. وايه السلام عليكم.